السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب سنة أولى؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم مريم رضا دفعة 38. ان شاء الله اكون معاكم في محاضرة بسيطة وظريفة وجميلة، تبقى بسيطة جدا ان شاء الله، ما نطولش بيها خالص. بس هحسبولي من اول ما ابدأ كلام في المحاضرة ان شاء الله 30، من 30 ل 35 دقيقة، وان شاء الله ايه ما تزودش عن كده. طيب، في البداية قبل ما ندخل في عنوان محاضرتنا، في نصيحة كده من اخت كبيرة ليكم. طبعا نتيجة الاسسمنت لسه ظاهرة من كام يوم، فلازم اتعامل مع الاسسمنت، اول اسسمنت ليا في الكليه، ان ده مقياس لان انا ماشي صح ولا غلط، وليس مقياس لان انا شاطر ولا مش شاطر. لان طبيعي اي مرحله جديده لازم يحصل فيها تخبطات، واحنا في مرحله جديده، مرحله جديده في حياتنا، وكمان عندنا نظام جديد، حاجات بقى، معطيات جديده، حاجات كتيره جديده في حياتنا. فطبيعي اي مرحله جديده الانسان بيمر بيها لازم تحصل فيها تخبطات. في ناس ربنا مديها نعمة ان هي سريعة التأقلم، وفي ناس بتاخد وقت على ما تتأقلم، وفي ناس بتبقى ربنا فتح عليها في ان هي تقدر ان هي تتواكب مع اي حاجة مثلا، او ان هي بتدور كتير، بتشتغل على نفسها كتير، فبتقدر ان هي تساعد نفسها على طول، وفي ناس لا بتاخد وقت ومدة وهكذا. فلازم ابص على الامتحان دوت ان هو مقياس ان انا ماشي صح ولا غلط، وابدأ اشوف ايه اللي انا ابدأ اصححه. لكن ما ينفعش ان انا اشوف ان الامتحان دوت انا شاطر ولا لا، لان كده انا بظلم نفسي. حرام يعني، انتوا حرام ان احنا نظلم نفسنا وان احنا نضغط عليها بما لا تطيق، لان ده طبيعي في اي مرحلة جديدة. ونقطة تانية برضو، انا بقارن نفسي بنفسي وليس بمن حولي، بقارن نفسي بنفسي وليس بمن حولي. ليه بقول كده؟ لان كل واحد فينا ليه قدرات، كل واحد فينا ليه ظروف مختلفة عن التاني، كل واحد فينا عنده حاجات مش عند غيره، وهكذا. فانا كل مرحلة انا بقارن نفسي بالمرحلة القديمة بتاعتي وليس بمن حولي. وان شاء الله يا رب يعني ييسر لكم الحال ويفتح عليكم في الخطوات اللي جاية، وان شاء الله يعني ايه توصلوا للي انتوا بتتمنوه. قبل طبعا ما نبدأ برضو محاضرتنا، ما ينفعش ما ندعيش لزمايلنا رحمة الله عليهم، ربنا يا رب يرحمهم ويدخلهم في سيحة جناته بلا سبقة حساب ولا عذاب، ويلحقنا بهم على خير يا رب العالمين. طيب، في البداية احنا هنبدأ القصة من بعيد قوي. احنا دلوقتي بتقولي لي دي ان اير ريبليكيشن، يعني عملية تضعف الدي ان ايه. طب ايه اهمية عملية تضعف الدي ان ايه بتاعي؟ بيقول لي ان احنا بدأنا خالص بخليتين، خلية السبرم اللي فيها 23 كروموزوم، والأوفم اللي فيها 23 كروموزوم، تمام؟ وبعدين الاثنين اندمجوا مع بعض وكونوا لي عندي مين؟ الايه؟ الزيجوت، خلية كبيرة فيها 46 كروموزوم، تمام؟ تمام جدا. الخلية دي بدأت تنقسم لغاية ما تتكون لي الامبريو ايه؟ وتبدأ ايه تكمل انقسامتها. طيب، يعني معناها ضروري جدا ان انا عندي الخلية دي تنقسم. طيب، الخلية بتاعتي ديت فيها حاجة في النص كده اسمها نيوكليوس، النيوكليوس يعني النواة. طيب، والنواة ديت جواها ايه؟ جواها عندي الدي ان ايه بتاعي، الدي ان ايه بتاعي اللي هم كانوا قالوا قبل كده ان هي بتحمل المادة الوراثية بتاعتي، يعني بتتحكم في شكلي، طولي، وزني، بشرتي، عيني، مناخيري، وداني، بقي، العمليات الحيوية كمان اللي جوه الجسم الانسان. تمام، يبقى ده معناها ان انا لازم احافظ على المادة الوراثية بتاعتي، وان انا لما اجي اعمل عندي عملية انقسام للخلية وكون خلايا كتيرة لازم تكون مماثلة، ولازم تكون عندي الدي ان ايه بتاعها اللي جواها نفسه بتاع الخلية الاصلية بتاعتي، عشان اقدر احافظ على ده كله. فدي عملية الريبليكيشن، دي مهمة جدا علشان تكون الخلايا كلها فيها عندنا الدي ان ايه بتاعها، وتقدر عندنا تساعد عندي في الشكل بتاعي. تمام، حلو قوي. ندخل على اللي بعده. قبل ما ندخل طبعا عندنا على عملية الريبليكيشن والتوسع فيها والكلام ده كله، لازم نراجع مراجعة سريعة جدا على الدي ان ايه. احنا خدنا الدي ان ايه، قلنا ان هو عبارة عن ايه، وقلنا عبارة عن دبل ستراند، وان هو عبارة بيلف حوالين بعض ويكون لي عندنا هيليكس اللي هو حلزون. وقلنا ان انا عندي تو ستراندز، دي بتتكون من ايه؟ قلت ان انا عندي الستراند ده، في هنا ده كده ستراند وده ستراند. اول حاجه ان الاتجاهات بتاعتي عندنا واحد من 5 شرطه ل3 شرطه، والتاني عندي من 3 شرطه لايه؟ لخمسة شرطة. دي اول نقطة. النقطة التانية بيقول لي ان انا عندي كل ستراند بيتكون عندي من ايه. عندي اول حاجة سكر خماسي اللي هو دي اوكسي ريبوز، تمام. عندي الكربونة رقم واحد بيتصل عندي بالنيتروجينس
بيز بتاعتي بجلايكوزيديك بوند، جلايكوزيديك بوند تمام. وعند الكربونه رقم 5 بيتصل عندي مجموعه الفوسفات ب ايه، باستر بوند. يبقى تاني كده بالراحه، يبقى انا قلت ان هي عشان ده كله في الاخر يكون لي عندنا نيوكليوتيد، وطبعا عندنا ايه الاسترانس ديت او الدي ان ايه بتاعنا ده بيتكون عندنا من بولي نيوكليوتايدز، يعني نيوكليوتيدات كتيره جدا. يبقى انا اول حاجه ان انا عندي سكر خماسي ديوكسرايبوز، وعندي نيوتريشنال بيز، وعندي كمان اللي هي ايه الفوسفات تمام. طيب من انا عندي دبل ستراند، ودبل ستراند عندنا ما بينهم درجات سلم اللي هي النيتروجينس بيس بتاعتي. وقلنا طبعا عندنا كمان النيتروجينس بيس بتتصل عندنا ببعض بيه هيدروجين ايه، هيدروجين ايه بوند تمام جدا. يبقى ديت عندنا ايه مراجعه سريعه كده للايه اللي فات كده، علشان دوت اللي احنا هنستخدمه عندي في الايه في الريبليكيشن بتاعتي. بيقول لي ما هو تعريف كلمه عمليه الريبليكيشن؟ قال لي رقم 1 الديفينيشن بتاعي هو فورميشن دوتر دي ان اي مولكيول from the parent DNA، يعني بيقول لي هي عملية تصنيع بنت من الأبوين تمام. يعني كده واحدة DNA من الأبوين خلاص. يبقى أنا عندي كده 2 double strand خلاص. طب الاتنين دول متصلين ايه ببعض تمام، وبعدين هاجي أقوم عاملة ازاي، أقوم ايه شايلاهم مسحاهم تمام، وأبدأ أصنع عندي كالتالي. أبدأ أعمل ايه، أبدأ أعمل عندي عملية التصنيع ان ديت عندنا هنا كده ادي كده واحده وادي كده ايه واحده. يبقى انا كده اتكونت ده وايه وده تمام. يبقى ديت عندنا ده البيرنت ودي الدوتر خلاص. يبقى انا عندي عمليه فورميشن دي ان اي مولكيول فروم ذا بيرنت دي ان اي. ليه عملنا كده؟ علشان نحافظ على الماده الوراثيه ان هي تكون متماثله ومماثله للخليه الاصليه اللي كانت عندي. طب امتى بتتم؟ قال لي والله ان انا عندي في حاجه اسمها سيل سايكل. السيل سايكل ديت اللي هي عندي عمليه الانقسام الميتوزي بتاعي بتمر عندنا بمراحل معينه. فبيقول لي ان انا عندي الدي ان اي ريبليكيشن بيتم عندي في الاست فيز بتاعتي، يبقى تاني كده في مرحله الاست فيز. طيب ايه الستبس اللي بتتم؟ قال لي ان انا عندي، قلت ان انا عندي ايه الدي ان ايه بتاعي ملفوف حوالين بعضه صح. طيب هقوم ايه فك اللفه بتاعته، معلش سوري يا جماعه الرسم بتاعي الفظيع. المهم يعني هنقوم ايه فكين اللفه، وبعدين ايه نعمل سيبريشن نبعد الاثنين عن بعض تمام، وبعد كده نبدا عندنا عمليه ايه عمليه البناء خلاص. يبقى تاني كده بالراحه، يبقى انا ايه بفصل بفك اللفه وبفصلهم عن بعض، وابدا عندي عمليه الايه التصنيع. طب ما هي متطلبات التصنيع؟ اي حاجه لازم اصنعها لازم يبقى ليها متطلبات تمام. تمام جدا. اول حاجه انت قلتي لي ان انا لازم يبقى انا عندي دي ان ايه اللي انا هصنعه نفسه مماثل للدي ان ايه اللي كان قديم عندي صح. يبقى انا اكيد محتاجه عندنا حاجه ابني عليها اللي هي ايه اسمها التمبلت. التمبلت دوت عندي ايه النموذج اللي انا ببني عليه تمام، عشان يبقى مماثل للخليه الاصليه بتاعتي. ده رقم 1. رقم 2 انا الدي ان ايه بتاعي كبير جدا 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 جدا، فانا بالتالي محتاجه حاجه تقول لي انت هتبداي من اول هنا. فانا هتيجي عندنا هنا كده تمام، هيجي عندنا هنا كده هيجي يقول لي مثلا في حاجه هنا بتقف هنا اسمها البرايمر. البرايمر ده بيجي يقف هنا ويقول لي عمليه البناء، خلي بالك عمليه البناء هتبدا من هنا وابدا ايه ابني. طب بيقول خلي بالك لمين؟ بيقول خلي بالك للدي ان اي بوليميريز اللي هو البناي بتاعي اللي بيجي يبني. هو مين الايه البناي بتاعي اللي هو دي ان اي بوليميريز. طيب ايه هي مواد البناء اللي بيبني بيها بقى عشان يكمل لي عندي الستراند اللي قدام الستراند القديم؟ قال لي والله حاجه اسمها البريكوسر. البريكوسر ديت اللي هي عباره عن ايه؟ البريكوسر ديت هي عباره عن ديوكسيرايبوز نيوكليوسايد. يبقى تاني كده عندنا ديوكسيرايبوز نيوكليوسايد ترايفوسفيت. تاني يبقى انا عندي ديوكسيرايبوز نيوكليوسايد ترايفوسفيت. طيب نترجمها كلمه كلمه، تعالوا ما نترجمها كلمه كلمه. بداية كده اول حاجه ديوكسيرايبوز، انت طبعا عندنا ديوكسيرايبوز ديت معناها ان انا عندي ده ايه سكر خماسي. حلو قوي حلو قوي. ديوكسيرايبوز نيوكليوسايد، نيوكليوسايد ديت قصده بيها ايه؟ قصده ان انا عندي ان هو سكر خماسي اللي هو بتاع الدي ان ايه ماسك عندي في نيتروجينس بيس. يبقى انا عندي نيوكليوسايد هي عباره عن حاجتين، هي عباره عن مين؟ عن السكر الخماسي بتاعي والقاعده النيتروجينيه بتاعتي، ده اسمها نيوكليوسايد. حطيت راي فوسفات، حطيت فوسفات دوت معناها ان هي ايه مسكت عندي في الفوسفات. بس هنا بيقول لي يا مريم تراي فوسفات، تراي يعني ثلاثة. يبقى تاني كده تراي يعني ثلاثة، يعني انا عندي المونو واحد والداي اتنين، سوري والداي اتنين والتراي ايه ثلاثة. حلو قوي. طيب ثلاثة ليه محتاجه ثلاثة؟ انا في انا لما كنت شفت الرسمه بتاعتنا كانت فيها فوسفاتيه واحده بس، ليه محتاجه ثلاثة؟ قال لي عارفين فاكرين حاجه كنا واخدينها قبل كده حاجه اسمها الاي تي بي اللي هي عباره عن ادينوزين اللي هي عباره عن سكر خماسي مع القاعده النيتروجينيه اللي هي الادينين، وكمان عندنا تروي فوسفات اللي هي فيها ثلاثة، وقلنا ان ديت عندنا فيها ايه؟ فيها عندنا هي مصدر للطاقه صح ولا لا؟
حلو قوي. فانا بالتالي محتاجه تراي فوسفات ديت علشان هكسر اتنين، تمام، هكسر اتنين واطلع منهم الطاقه، واحتفظ بالايه بالتالته الاخيره عشان تدخل عندي في عمليه البناء ايه بتاعتي، تمام. يبقى تاني، يبقى انا محتاجه لعمليه البناء طاقه، هجيبها منين؟ من التراي فوسفات اللي هي ايه اللي موجوده عندي في الايه في النيوكليوزايد بتاعتي. خلاص كده تمام جدا يا شباب. يبقى انا دلوقتي عندي، قلت ان انا عندي حاجه اسمها دي ان اي ريبليكيشن، معناها ايه؟ فورميشن لي دوتر دي ان اي مولكيول فروم ذا بيرنت دي ان اي. طيب التايم بتاعها امتى؟ ديورنج ذا اس فيز اوف سيل سايكل. طب الستبس بتاعتها ايه؟ قلنا ان انا عندي اول مرحله سيبريشن، وتاني حاجه عندي سنسز، في ارقام كده جنبها احنا هنتكلم عنها كمان شويه. الريكويرمنتس بتاعتي ايه؟ المتطلبات بتاعتي، محتاجه عندي تمبلت، حاجه ابني عليها، نموذج اصلي ابني عليه. تاني حاجه عندي البرايمر، تالت حاجه عندي دي ان اي بوليمريز، تمام، تالت حاجة عندي دي ان اي بوليمريز، واخر حاجة طبعا عندنا اللي هي مين؟ البريكوسر. خلاص طيب دخلنا على اللي بعده. معذرة يا شباب، ايه الباوربوينت ايه بيلعب شوية. المهم بيقول لي ايه الميكانيزم بتاعت الريبليكيشن. بيقول لي ان انا عندي عمليه الريبليكيشن بتمر بخطوات، الخطوات دي بتبقى شكلها عامل ازاي؟ قال لي رقم واحد، هو بيقول لي ايه رقم واحد هنا؟ بيقول لي والله ان هي باي دايركشنال. باي دايركشنال هقول باي يعني اتنين، حلو قوي. دايركشنال يعني اتجاهات، يعني بتقول اتجاهين. باي دايركشنال يعني اتجاهين، يعني ايه اتجاهين؟ يعني انا دلوقتي عندي ده كده ايه الدي ان ايه بتاعي، فبيقول لي ان انا عندي هنا كسرت من هنا، خلاص. يبقى انا جيت هنا كده جبت الاستيكه بتاعتي وقمت ايه كسرت الحته ايه الحته دي، وبعدين يعني ده معناه ان انا هبدا البنى بتاعي من اول هنا. طب باي دايركشنال يعني انا همشي يمين وهمشي شمال، حلو قوي. ليه؟ لان انا الدي ان ايه بتاعي كبير، فانا لازم ايه يعني امشي في الاتجاهات كلها علشان اقدر ايه ابني الدي ان ايه بتاعي بسرعه، تمام. فباي دايركشنال يعني ايه؟ بيقول لي يعني انا عندي ريبليكيشن بيجينز ات ذا سايت اوف ايه اوريجين، ستيمولس موفز اوت، يعني ما تلقائي بيمشي عندنا مين؟ بيمشي عندنا بوست دايركشنز فورم ذس بوينت، يبقى تاني كده بيمشي عندنا يمين وشمال اللي هو ايه تو دايركشنز بتاعتي. طيب ندخل على تاني حاجه بالنسبه لي اللي هي مين؟ حاجه اسمها سيمي كونزرفتيف، يعني محافظ الى حد ما، بيلبسوا الحجاب. مهم يعني يا شباب. سيمي كونزرفتيف يعني محافظ، محافظ على ايه؟ قصده بايه ان هو سيمي كونزرفتيف؟ بص يا جماعه، مش انا قلت ان انا لازم ابني الدي ان ايه بتاعي يكون مماثل لي اللي كان موجود في الخليه الاصليه، فعشان كده واحد من الخليه الاصليه بيكون مشارك في الدي ان ايه الجديد، فعشان كده هو دي كده معناه. بيقول ان هو سيمي كونزرفتيف، يعني في واحد قديم واحد جديد، تمام. فبيقول لي ان هو اهو ده معناه ايه؟ اهو كل دوتر معاها ايه؟ معاها ماسكه مع بيرنترال ستريت. خلص الموضوع على كده، يعني ده معناه ان هي سيمي كونزرفتيف. سيمي كونزرفتيف يعني كل دوتر معاها ايه؟ بيرنترال ستريت مع الايه؟ الخليه القديمه. باي دايركشنال يعني هي ماشيه عندنا في بوست دايركشنز يمين وشمال. كده خلاص خلص الكلام عندي، ده الميكانيزم عندي بتاعت مين؟ بتاعت الريبليكيشن. طيب ندخل على اللي بعدها. انت قلتي لي علشان اقدر اعمل عندي عمليه الريبليكيشن لازم امر بحاجتين، صح؟ قلت لي اول حاجه ايه؟ اللي هي سيبريشن، صح. يبقى انا اول حاجه عندي، اول خطوه بالنسبه لي ان انا ايه بفصل عندي، اول حاجه ان انا عندي اللفه اللي حوالين بعض دي بفصلها عن بعض، خلاص تمام. وبعدين بعمل ايه كمان بعد ما فصلت اللفتين بقوا كده؟ ببدا عندي اكستر الحته اللي ايه اللي في النص ديت اللي هي ما بين القواعد النيتروجينيه ايه بتاعتي، خلاص. طيب ده ايه؟ طب ده بيتم ازاي؟ مين اللي بيساعدني في موضوع السيباريشن ده؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده، اللي بيساعدني في موضوع السيباريشن دوت حاجتين، حاجه اسمها هيليكيز انزيم وحاجه اسمها توبو ايزوميريز انزيم. دلوقتي انا في انزيم من الانزيمز يعني بيجي يحدد لي عندي المكان البدايه. انا دلوقتي عندي ايه؟ نيجي كده بالراحه. انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي تو دبل ستراند اهو، خلاص. جيت هنا كده وقلت ان انا ايه؟ البدايه بتاعتي هتبقى من هنا، تمام. الهيليكيز انزيم عندي بيفك، يبدا يفك عندي ايه الايه الانوايند ذا هيليكس، بيفك عندي الحلزون بتاعتي ويبدا ايه يكسر عندي الايه القواعد اللي في النص زي ما انتم شايفين اهو، ده الهيليكيز اهو بيبدا ايه يكسر عندي الحته دي. طيب وبعدين هل كده بس؟ قال لي والله لو انت سبتي الاثنين دول، تمام، لو انت سبتي الاثنين دول ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان انا عندي هيرجعوا يمسكوا تاني ايه في بعض، خلاص. يبقى تاني كده الهيدروجين بوند عندي تبدا ايه تتكون ما بين ايه ما بين النيتروجينوس بيسز. طب هعمل ايه؟ هحل المشكله دي ازاي؟ قال لي ما تقلقش، عندي حاجه اسمها دي ان ايه بايندينج بروتين، الهيليكيز بيبقى جايبه معايا علشان يمسك عندي هنا ويمسك عندي هنا، فيحافظ على الانفصاله اللي تمت ايه ما بين تو ستراند بتوعي، تمام. يبقى انا عندي الهيليكيز انوايند ذا هيليكس اند سنجل ستراند بايندينج بروتينز هولد ان ا سنجل ايه اللي هو
ترند اللي هو دي ان ايه بايندنج بروتين اللي هو اللي انا ايه حاطه لكم هنا ده. خلاص طيب، عارفين يا اولاد لما تجيبوا عندنا حبل كده وتلفوها حوالين بعض كده جامد 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 جامد، وتيجي تفكوه فتلاقوا عندنا ان الجزء اللي تحت دوت بيقعد يلف على نفسه اكتر، فانا عندي انزيم بيحافظ ان الدي ان ايه بتاعي ما يحصلوش ايه الموضوع ده. حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها عندنا توبو ايزوميريز، دوت بيمنع عندي الاكستريم سوبر كويلنج او التويستنج بتاع عندنا البرنترال ايه هيليكس بتاعتي، تمام، علشان يحافظ عندي مين على الايه ريبليكيشن فورك. ايه الريبليكيشن فورك دي هنتكلم عنها كمان شويه، تمام. طيب اتاسايت ايه قال لك في المكان اللي بيحصل فيه الدي ان ايه سنسز بتاعي. خلاص يبقى تاني كده بالراحه، يبقى انا دلوقتي بيقول لي ان انا عندي توبو ايزوميريز بيحاول ان هو يحافظ عندي على يعني ان ما يحصلش عندي سوبر كويلنج، ان انا عندي زي ما انا قلت كده الحبل لما اجي افكه الحته اللي تحت دي ما تلفش على بعضها جامد، لا ما احاول ان انا ايه احافظ عليها، تمام، وان انا اوسع الدنيا عندنا الهليكيز عشان يقدر ايه كاستر عندي ايه الموضوع ده. طيب توبو ايزوميريز بيقول لي برده ان هو بيكاستر وبيعمل ريجوين للدي ان ايه ستراند بتاعتنا. بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها دي ان ايه جايريز. يعني ايه دي ان ايه جايريز؟ قال لي ان هو عباره عن التوبو ايزوميريز بس اللي موجود عندي في البروكاريوت. يعني ايه بروكاريوت؟ يعني انا عندي اللي هي الوحيده الخليه الايوكاريوت اللي هي عندنا اللي هو احنا اللي هي حقيقيات النواه اللي هو احنا، فدوت عندنا ايه بتبقى عندنا اسمه توبو ايزوميريز، لكن هناك في البروكاريوت بتبقى اسمها ايه، اسمها عندي الدي ان ايه جايريز. يبقى انا دلوقتي عندي قلت ان انا عندي عمليه السيباريشن بتاعتي، قلنا ان احنا عندنا في اتنين مهمين جدا الهيليكيز وكمان عندنا اللي هو مين توبو ايزوميريز، والهيليكيز بيبقى معاه في ايده حاجه اسمها دي ان ايه بايندنج بروتين. ليه؟ علشان يمنع الدبل ستراند عندي ان هم ينجذبوا تاني لبعض ويقوموا ايه يعني ايه بوظوا لي عندي عمليه البناء، تمام كده يا شباب. حلو قوي، دخلنا على اللي بعده. اللي بعده بيقول ايه بقى، اللي بعده عندي بيقول ان انا عندي حاجه اسمها ريبليكيشن فورك. يعني ايه ريبليكيشن فورك؟ قال لي مش انت هنا دلوقتي قلتي جيتي كده عملتي قمتي عملتي كده اهوت، تمام، وقلتي ان انت عندك هنا كده ده كده وعندك هنا الهيليكيز، فبيقول ان انا عندي دي وده وده اللي هو الهيليكيز والدبل ستراند كده وهم منفصلين، ديت اسمها ريبليكيشن فورك، ديت المنطقه اللي احنا بنبدا من عندها التكسير والبناء. يبقى تاني كده بنعمل عندها ايه، ديت بيبدا عندها دي ان اي سينثيسيس. يبقى the forks are the sites at which DNA synthesis is occurring. يبقى تاني كده ده المكان اللي بيبدا عندي فيه تصنيع دي ان اي بتاعي. ذا parenteral دي ان اي او parenteral ستراند اللي هم دول يعني خلاص انفصلوا عن بعض والهيليكس بتاعتي بدات تتفك، الحلزونيه بتاعتي دي بدات تتفك عند المكان بتاع الريبليكيشن ايه فورك بتاعي. خلاص يبقى تاني كده بالراحه، شايفين الرسمه دي تاني كده نرسمها فوق هنا كده اهيت، خلاص الفورك بتاعتي اهيت، او نرجع تاني للرسمه اللي فاتت. المهم يعني هي الكيز هنا في النص والدبل ستراند، فديت عندنا اسمها ايه، اسمها عندنا ريبليكيشن فورك، وديت عندنا اللي بتبدا عندها عمليه البناء ايه بتاعتي. نرجع تاني للسلايد اللي فاتت اهي، شايفين اهي في الرسمه دي اهي كده بالظبط، ده الستراند وده الستراند ودوت عندنا الهيليكيز، دي اسمها ايه، دي اسمها ريبليكيشن فورك، اهو حتى كاتب لكم فوق اهي اسمها ريبليكيشن فورك. خلاص طيب اهي دي ريبليكيشن فورك. طيب ندخل على اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ايه، بعد ما قلت ان انا عندي ريبليكيشن فورك والكلام ده كله ببدا عندي عمليه البناء. يبقى انا دلوقتي قلت ان انا عندي الخطوات بتاعتي، تاني نرجع تاني الخطوات بتاعتي. انت اول حاجه انت عرفتي لي اساسا يعني ايه دي ان اي ريبليكيشن، وبعد كده قلت لي التايم بتاعها في الاس فيز، وبعد كده قلت لي الخطوات بتاعتها ان انت عندك حاجتين، ان انا بعمل عندنا سيباريشن بفصل عندنا الاثنين ستراند عن بعض عشان اقدر ابني عندي ابدا عندي عمليه البناء. فبيقول لي ان انا المفروض ان انا حاجه انا عارفاها من ثانوي من قبل كده، قال لي ايه، ان انا عندي عمليه البناء عندي بتبدا من اول فين لفين، قال لي ان انا عندي من 3 شرطه ل 5 شرطه على القديم. يبقى انا عندي 3 شرطه على 5 شرطه على في القديم اللي هو الدين ايه القديم بتاعي، فيبقى اللي انا هبنيه جديد اتجاهه من كام، من 5 شرطه ل 3 شرطه. طيب طب دوت بالنسبه لمين، ده كده بالنسبه عندنا لمين، للايه الدنيا ماشيه وسالكه والدنيا زي الفل، صح انا فعلا نسيت خطوه زي ما زميلنا كده ولا زميلتنا خدت بالها، انا نسيت خطوه، نسيت قلت ايه، مش انا قلت في الاول خالص ان انا جبت تمبلت، انا جبت تمبلت اهو، ده التمبلت بتاعي تمام، وبعدين بدات اعمل عندي عمليه السيباريشن بتاعتي تمام، وبعدين قلت لي لازم تقولي لي ان انا عندي دي منطقه البناء بتاعتي اللي هي دي ان اي برايمر. يبقى تاني كده عندنا دي ان اي برايمر اهو، شايفينها اهي دي الدي ان اي برايمر، دي اللي انا هبدا من عندها، وبعد كده ببدا عندي عمليه البناء بتاعتي. خلاص يبقى تاني كده بالراحه، انا عمليه البناء بتاعتي بتبدا ازاي. رقم واحد عملت اول حاجه استباريشن، خلصنا من نقطه استباريشن والهيليكيز والتوبو ايزوميريز، ارمي
ندخل على مرحلة ايه الايه البناء. البناء عندي قلت ايه اول حاجة، ان انا بعد ما فصلت قال لي ان انا باجي عند حتة كده واقوم ايه عاملة الار ان ايه برايمر عشان يجي ينبه الدي ان ايه بوليميريز ويقول له يا دي ان ايه بوليميريز تعالى من فضلك ابني من اول هنا، فيجي الدي ان ايه بوليميريز بتاعنا ويبدأ عندنا عملية البناء بتاعتنا. تمام اهي. طيب هو هيبني في اتجاه ايه؟ قال لي بيبني الستراند الجديدة بتبقى في اتجاه من 5 شرطة ل3 شرطة، تاني من 5 شرطة و3 شرطة، ده معناه ان انا القديم بتاعي كان من 3 شرطة ل5 شرط. اديكوا شايفين الدي ان ايه بوليميريز اهو شاطر، خد باله ان انا في هنا ار ان ايه برايمر، وبعدين قام قعد ايه يبني 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 لغاية ايه ومكمل عندي زي الفل. حلو قوي. طيب مش انت قلتي ان انت باي دايركشن بتروحي يمين وشمال والكلام ده كله؟ طيب في مشكله دلوقتي هتواجهي ان انا، طب الستراند ده سالك، يعني ايه سالك؟ 3 شرطه ل 5 شرطه، فانا عادي جدا هبني من 5 شرطه ل 3 شرطه. طب الناحيه التانية كانت هنا 5 شرطه وهنا 3 شرطه، طيب كده انا هبني ازاي؟ قال لي والله للاسف انا بعمل ايه، سكتي هناك في الناحيه التانية ما بتبقاش سالكه. ليه؟ علشان هي مش في نفس، مش زي الاولانيه، فانا باجي ايه ابني حتت صغيره من البريمر كده، حته في حته في حته في حته في حته، واقعد ايه اكمل ابني عليها الدي ان ايه بتاعي. خلاص يبقى تاني كده بالراحه. يبقى انا دلوقتي قلت ايه؟ قلت ان انا خلاص ديت بدات عندي عمليه الانفصال. تمام. طيب علشان اقدر ابني عندي الايه الدي ان ايه الجديد بتاعي، بصوا هجيب لكم ايه سبوره نرسم عليها براحتنا. بصوا يا شباب عايزاكم تركزوا معايا دلوقتي، انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ انا عندي تو دبل ستراند صح، اهو ده كده ستراند وده كده ستراند. خلاص جيت عندي هنا كده، كان كده في فواصل كده تمام ماسكاها، قمت ايه فصلت، بدات ايه افصل. خلاص بدات ايه افصل كده، كسرت عندي الايه الاتصالات اللي ما بينهم اللي في النص دي. تمام تمام جدا. طيب وبعدين بدات اعمل ايه؟ قال لي والله جيت ابني بقى، انا هنا عندي ده 3 شرطه ده 5 شرطه ده 5 شرطه وده 3 شرطه. قال لي والله سكتك سالكه هنا، هنا الدنيا هنا تمام وزي الفل، ما فيهاش اي مشكله عندك. ما فيهاش اي مشكله ليه؟ لان انا طبيعي ان انا قلت ان انا اساسا الجديد ببنيه عندي في اتجاه كام؟ من 5 ل3، فكده انا عندي هنا الدنيا سالكه ومفيش اي مشكله. طيب المشكله هتبقى عندي فين؟ في الناحيه التانية. نيجي بقى ايه نرسم الناحيه، نخلينا في الناحيه التانية كده ونشيل ده كله ونشوف احنا هنبني الحته دي ازاي. قال لي والله علشان الاتجاه بتاع التكسير بتاعي كده، فانا بعمل ايه؟ بقوم حاطه هنا برايمر وابني كده، وبقوم حاطه هنا برايمر وابني كده، وبقوم حاطه هنا برايمر وابني كده، علشان تبقى عندي من 5 ل 3 زي ما انا ايه متعوده. خلاص تاني تاني تاني، انا دلوقتي عندي تو سترينث صح. احنا ان شاء الله ايه هنحاول نهضم الموضوع دوت، ما يبقاش في اي مشكله خالص. انا عندي ايه 2 سترينث. تمام. طيب الاتنين سترينث دول ايه ممسوكين كده مع بعض كده، عندنا ايه بالايه الهيدروجين بوند اللي ما بين القواعد النيتروجينيه صح كده؟ صح. انا كسرتها تمام، عندي ده من 3 شرطة ل5 شرطة وده من 5 شرطة ل3 شرطة، والتكسير اتجاه التكسير بتاعي كان كده. خلاص خلي السهم ده ايه بعيد شوية. طيب نغير اللون، نغير اللون. دلوقتي انا هبني الايه اللي هو مفهوش اي مشكلة، ده اللي مفهوش اي مشكلة. ليه؟ لان انا خط البناء الجديد بتاعي بيبقى من 5 شرطة ل3 شرطة، فده مفهوش اي مشكلة خالص، هبدأ ايه ابنيها. يبقى انا عملت هنا كده البرايمر بتاعي وابدأ ابني بتاعي مفهوش اي مشكلة تماما. طيب المشكلة بتاعتي فين؟ الناحية التانية. ليه؟ لان انا الدي ان ايه بوليميريز بتاعي ما بيشتغلش الا في اتجاه من 5 شرطة ل3 شرطة، 5 شرطة ل3 شرطة. طب هعمل ايه؟ قال لي والله احنا هنتغلب على المشكلة دي ونعمل ايه، نيجي هنا كده في اتجاه من 5 شرطة ل3 شرطة واعمل حتة برايمر كده واقوم بانية ايه الناحية دي، وبعد كده اقوم حاطة هنا عندي حتة برايمر كده واقوم بانية الناحية دي، واقوم حاطة حتة برايمر كده واقوم بانية الناحية دي. ديت اساسا حتت كده اسمها ايه اوكازاكي فريجمنت. يبقى تاني كده عندنا ايه اوكازاكي فريجمنت، كان يعني ايه ده مسمى ليها كده. وديت عندنا اسمها ايه ليدنج ستراند، وديت اسمها لاجنج ستراند. يعني ايه لاجنج ستراند؟ يعني انا بنيته الجديد دوت لاجنج، يعني في حتت ايه كتيره. تمام. طيب لكن دوت لا، دوت ما فيهوش اي حاجه، ده ماشي على طول، فدوت اسمه ايه ليدنج ايه ليدنج ستراند. تمام كده يا شباب، اتمنى تكون المعلومه ايه وصلت ليكم. نفس اللي قلناه هناك
هو ده اللي هنا، هو هنا بيقول لي هو ان انا عندي هنا ار ان اي برايمر، وعندي هنا الهيليكيز شغال ان هو عمال بيكسر، وطبعا عمليه البناء بتتم مع عمليه التكسير الاثنين مع بعض. بدات عندي بالبرايمر وجي دي ان اي بالبروميريز، قال لك بس السكه سالكه من اتجاه 5 شرطه ل 3 شرطه، يلا ما بينا ايه نبني، يكمل. واخدين بالكم اهي، ده اسمه ليدنج ستراند. طيب جه هنا بص قال يا نهار ابيض ده كده، لا انا عندي هنا في ايه، في مشكله. طيب وبعدين طب هعمل ايه؟ قال لي خلي بالك مفيش مشكلة، هتيجي تقوم عامل ازاي، تيجي هنا كده تبني كده وتقوم ماشي ناحيتي، حتة برايمر حتة برايمر حتة برايمر، اسمها ايه؟ اسمها اوكازاكي فريجمنتس، واسمه لاجنج سترينت. يبقى ديت اسمها اوكازاكي فريجمنت تمام، وديت اسمها لاجنج ايه سترينت. طيب نشوف بقى عندنا الموضوع دوت، بيقول لي اول حاجه ان انا عندي السنسز بتاع الدي ان ايه ان هو بيبقى باي دايركشنال. يعني ايه؟ يعني انا عندي الدي ان ايه اهوت بمشي عندي يمين وبمشي عندي شمال تمام. بس خلوا بالكم احنا بنمشي في عمليه البناء في نفس اتجاه التكسير، بمعنى انا عندي هنا كده ايه، ديت عندي ديت النقطه اللي بدات من عندها، وهنا ببدا اكسر تمام، فانا اتجاه البناء بتاعي بيبقى كده. طيب وهنا ببدا اكسر، يبقى اتجاه البناء برضو بتاعي ايه، بيبقى كده. طيب عندي في البدايه خالص حاجه اسمها البرايمر، زي ما احنا قلنا ان هو حته صغيره كده من الار ان ايه، تعرفني تقول لي يا مريم بعد اذنك تعالي ابني من هنا، ولا انا ماليش دعوه بالموضوع ده، الدي ان ايه بلوميريز يا دي ان ايه بلوميريز تعالى لو سمحت ابني من هنا. طب مين اللي بيصنعها لي؟ حاجه اسمها البرايميز، يبقى عادي جدا، يبقى برايمر برايميز وخلص الموضوع على كده. طيب بنستخدم فيها ايه؟ نيوكليوسايد، برضو نيوكليوسايد بس تراي فوسفيت، تراي فوسفيت. يبقى احنا كده خلاص، كده احنا خلاص ثبتنا في دماغنا اي حاجه لازم تبقى فيها تراي فوسفيت. ليه؟ علشان هكسر اتنين، اخد منهم الطاقه واسيب واحده بس عندنا في عمليه البناء. يبقى انا دلوقتي عندنا في عمليه السنسز قلنا ان هي باي دايركشنال سيمي كونزرفتيف، ديت خاصيه ليها مش مهمه هنا، ديت في الميكانيزم زي ما احنا قلنا في الميكانيزم. انا مهم بالنسبه لي ان هي باي دايركشنال، التكسير يمين وشمال، فاكيد البناء هيبقى يمين وشمال خلاص. طيب عندنا عمليه الالونجيشن، الالونجيشن اللي هي ايه؟ اللي هي البناء القواعد جنب بعضيها. فقال لي ان انا عندي ليدنج ستراند، وديت قلنا ان هي ديت ست زي الفل ماشيه اتجاه الفورك بتاعتي اللي هو اتجاه التكسير اللي هو ده، علشان هنا في 3 شرطه وهنا 5 شرطه، فبالتالي هي بانيه 5 شرطه 3 شرطه والدنيا زي الفل فيها، فبتبقى في اتجاه الفورك بتاعتي اللي هي دي اللي هي بتتكسر، وان هي كونتينوس مانر يعني ماشيه كلها ورا بعض ما فيش اي فواصل، وان هي فيها 1 برايمر. اه يعني في البدايه خالص كده عملت ار ان اي واحده بس وكملت عادي جدا ما عنديش اي مشكله. طب الناحيه الثانيه هنا احنا كده قسمنا الدي ان ايه ماشي، ما نبصش للناحيه التانية. هنا كده عندنا قلنا ان دوت 5 شرطه، هنا كده 5 شرطه وهنا 3 شرطه. طب هعمل ايه دلوقتي؟ قال لي ان هي اجينست للفورك، يبقى انا كده همشي عكس الفورك بتاعتي. ليه؟ لان الفورك ماشيه كده، هنشوفها برضو في الرسمه اللي جايه. المهم الفورك ماشيه كده، فانا همشي عكس الفورك بتاعتي. طيب فديت هبني ايه؟ هتبقى فيها اكتر من برايمر، يبقى تاني كده هتبقى عندنا جنس للفورك وهتبقى فيها اكتر من برايمر عشان اقدر ايه ابنيها، فبالتالي هتبقى ديسكونتينوس مانر، مش ماشيه زي الليدنج ستراند ايه كده على طول، فيها اوكازاكي ايه فريجمنت. طب مين اللي بيقوم بهذه عمليه البناء؟ الدي ان ايه بوليمريز 3. دي ان ايه بوليمريز 3 ده قصدك بقى ان انا عندي اكتر من دي ان ايه بوليمريز؟ اه انا عندي اكتر من دي ان ايه بوليمريز، هنجمعهم كلهم في الاخر ايه مع بعض خلاص. يبقى انا عندي اول حاجه عمليه في عمليه التصنيع عندي حاجه اسمها البرايمر. البرايمر ديت يعني ايه؟ نقطه البدايه بتاعتي، حته من دي من الار ان ايه بتتكون عندي، تيجي تقول لي يا دي ان ايه، بتيجي تقول لي دي ان ايه بلوميريز، يا دي ان ايه بلوميريز من فضلك تعالى ابني من اول هنا. ده رقم واحد. رقم اتنين مين اللي بيعملها لي؟ بيعملها لي عندنا اللي هو البرايميز تمام، بستخدم فيها نيوكليوسايد تراي فوسفات عشان الطاقه اللي انا محتاجاها. طب عمليه الالونجيشن قال لي بص بص، هل هي اتجاهها طبيعي؟ يعني انا دلوقتي التمبلت بتاعي من 3 ل 5 وهي هتبقى من 5 ل 3، فديت ليدنج ستراند towards للفورك، يعني في اتجاه التكسير بتاعي في continuous manner كلهم ورا بعض وفي بقى 1 برايمر في البداية بس. طب لا دلوقتي هو الستراند التاني، التمبلت اللي هو التاني اللي هو الستراند التاني اللي هو ايه؟ اللي هو 5 ل 3، فانا كده مش هعرف ابني من 5 ل 3 تمام؟ ليه؟ علشان انا بمشي في اتجاه التكسير. طيب هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لا ده انت تحط لي ايه كذا برايمر بقى، تحط لي حته برايمر وتمشي من ايه؟ من 5 ل 3، تحط برايمر وتمشي من 5 ل 3 وهكذا عشان تقدر تبني عندنا الواحد الجديد. فبيبقى عندي اجينس للفورك، ديسكونتينوس مانر، وميني برايمرز، واوكازاكي فريجمنت. مين اللي بيقوم بالموضوع دوت؟ دي ان ايه بلوماريز. خلاص جد زي الفل كده، انا ايه بنيت عندي الدنيا. طيب كده انا عندي حاجتين فيهم مشكله، الدي ان ايه بتاعي لسه فيه مشكله. رقم واحد ان انا عندي البرايمر. ليه؟ لان انا اصلا طبيعي ان الدي ان ايه بتاعي ما فيهوش ار ان ايه،
لازم كله يبقى دي ان ايه. يبقى انا رقم واحد عندي مين؟ عندي البرايمر. فانا عندي البرايمر دوت، ايه اللي بيحصل؟ عندنا في حاجه اسمها ار ان ايه بوليميريز، بيقوم جاي يشيل البرايمر دوت ويبدا ايه يحط لي مكانه دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد اللي هو مين؟ الدي ان ايه بتاعنا. خلاص تمام جدا. ويبدا يقرا عندي النيوكليتيدات بتاعتي، يبدا يقراها كلها ويتاكد التي ماسكه مع الايه، السي مع الجي، الرابط مظبوطه، الدنيا تمام، كله كويس حلو قوي. لازم يقراها تاني. ليه؟ لان انا عندي الغلطه بفوره. الغلطه دوت معناها ان يحصل عندنا ميوتيشن. ميوتيشن دوت بمعنى ان يحصل عندي طفره ويحصل يظهر عندي حاجه جديده ما كانتش موجوده. خلاص يبقى انا كده برايمر والونجيشن. تالت حاجه عندي الريبليسنج، عندي للايه؟ للبرايمرز بتوعي. كده انا خلصت كده؟ لا ما خلصتش لسه. ليه؟ لان انت كنت قايله لي ان في فواصل ما بين عندي الايه، ان الدنيا مش ماشيه كويس عندنا في اللاجنج ستراند، في فواصل ما بينهم، فبالتالي لازم اربط الدي ان ايه كلها جنب بعضيها. وكمان عندي الحتة اللي انا حطيتها مكان البرايمر لازم اربطها كمان مع الدي ان ايه اللي كان موجود عندي اللي انا بنيته. فدوت عن طريق حاجه اسمها ايه، دي ان ايه لايجيز، ودوت الانزيم دوت كاتالايز عندنا للفورميشن بتاعه الفوسفودي استر بوند بتوين ذا تو بولي نيوكليوتايد تشين، ان هو ايه يبدا يكون عندي ايه، يظبط عندي ايه الربطات ايه بتاعتي. هنشوفها تاني برضو. وبعد كده ارجع اعمل تاني اعيد قراءه الدي ان ايه بتاعي. ليه برجع اعيد قراءه الدي ان ايه بتاعي؟ لان انا قلت ان انا عندي الغلطه بفوره. طيب ندخل على اللي بعده اهي، نشوف الرسمه بقى اللي جايه دي بقى هي اللي هتوضح كل حاجه. بص يا جماعه، ايه ده احنا وصلنا ل 31؟ مش مشكله مش مشكله. المهم بص يا جماعه، احنا عندنا هنا حاجه اسمها ريبليكيشن فورك. حلو، هنا كده النقطه دي من عندها ببدا الايه التكسير يمين وشمال. خلاص، وبعدين اقوم عامله ايه، فبقوم اسمع عندي الدي ان ايه الجزئيتين، هنا ثلاثة، يبقى هنا ثلاثة شرطه لخمسه شرطه، يبقى هنا اتجاه البناء في مشكله. خلاص، ان هو من خمسه لثلاثه، لان انا ببني في اتجاه التكسير، ببني في اتجاه التكسير، ناخد بالنا، ببني في اتجاه التكسير وليس العكس. لو العكس الدنيا كانت بقت زي الفل، لا ببني في اتجاه التكسير. فعشان كده بقوم ببني برايمرز كده واقعد ايه اكمل عليها. خلاص، ديت اول نقطه. النقطه الثانيه، انا لا انا هنا كان عندي هنا خمسه هنا ثلاثه، فانا هنا كده البدايه بتاعتي ثلاثه، فلا خلاص الدنيا زي الفل وهتبدا ايه تمشي عندي ليدنج ستراند ما فيهوش اي مشكله. ده كده الايه الاتجاه دوت، هنا كده في اتجاه التكسير. اتجاه التكسير الناحيه الثانيه هيحصل ايه؟ ان الناحيه هنعكس بقى، هناك هيبقى ليدنج ستراند، هنا هيبقى عندنا لاجنج ستراند. خلاص كده يا شباب، حلو قوي كده، احنا ايه تمام زي الفل. بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها فيديلتي اوف ريبليكيشن، بيقول لي نسبه الخطا، او سوري نسبه ان هي عدم الخطا، ان هو لما يحصلش صحه الايه، صحه الريبليكيشن ديت. فبيقول لي ان هي بتبقى عندي عاليه جدا، فبيقول لي ان انا حتى الايرور اللي ممكن يحصل فيها 10 اس سالب 4 ل 10 اس سالب 10، يعني ايه ان هي ما بيحصلش خطا كتير. ليه؟ لان العمليه دي عمليه محكمه، ربنا مقدر ليها او مهيئ ليها كمان انزيمز كتيره عشان تبدا تراجعها وتحافظ عليها علشان ما يحصلش عندنا ميوتيشنز. تمام، طيب فبيقول لي ليه، بيقول لي ان انا عندي اي ايرور اهو، خلوا بالكم اي ايرور يعني معناها ان انا حد دخلت عندنا حاجه مش مظبوطه في الديورنج للريبليكيشن بتاعي، فببدا اصلحه عندي ديورنج للريبليكيشن. ودوت عن طريق ان انا بيبقى في حاجه اسمها نيوكليوسايدز، نيوكليوسايديز او اكسترا نيوكليز، بيبدا يقرا عندي ويصلح عندي الموضوع ده. زي ما احنا قلنا هناك كده ان احنا ايه بنقرا مره واتنين مره واتنين علشان نقدر ايه نتاكد ان الدنيا تمام. وبيبقى برده قال لي ان هو بيبقى اسوشيتد بانزيمز تانية، مش عايزه استفيض فيها هنا عشان هتكلم فيها كمان سلايد بالظبط يعني. تمام، ف وسبولي سوري بوليميريز 3 في البروكاريوت، والدي ان ايه بوليميريز بيتا وابسليون في الايوكاريوت، دول الاثنين المسؤولين عندي على قراءه الدي ان ايه وتصليح الاخطاء لو كان حصل فيه ايه اخطاء. تمام، كمان بيقول ان انا كمان عندي بعد الريبليكيشن بيحصل برضه ريبير بروسيس اولسو انكريز ذا فيدلتي اوف ريبليكيشن، ان انا عندي لما اجي اصلح عندي تاني بيبقى برضه ايه ان هي بتساعد عندي ان يبقى الدي ان ايه بتاعي الاخطاء بتاعته قليله جدا او تكاد تكون منعدمه. طبعا بيحصل يعني حاجات بسيطه بس ايه مش تؤدي لحدوث الطفره يعني. تمام جدا. دلوقتي عندي حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها دي ان ايه بلومريز في الايوكاريوت اللي انا بستخدمها عندي في عمليه البنه بتاعتي. البنه بتاعتي قال لي ان انا عندي منها الفا وبيتا ابسيلون دلتا وجاما. قال لي الالفا ديت اللي هي ايه بتعمل لي، الالفا ديت هي دي اللي بتعمل عندي الايه ديت اللي فيها البرايميز اللي بيعمل عندنا انيشيشن للدي ان ايه سنس. طب والبيتا؟ قال لي بيتا ريبير،
بيتا ريبير مع الابسليون، الاتنين دول مع بعض بيعملوا عندنا ريبير للدي ان ايه عشان لو في اي مشكله، تمام؟ طب الدلتا، الدلتا ديت هو دوت اللي بيعمل لي عندنا الونجيشن لليدنج ستراند والاوكازاكي فريجمنت بتاعتي، يبقى تاني كده دوت اللي بيعمل لي عندنا مين الالونجيشن بتاعنا. طيب والجاما قال لي ان انا عندي ميتوكوندريال قالك ريبليكيشن، يبقى تاني كده بالراحه، تاني كده بالراحه، انا عندي دي ان اي بلومريز، دي ان اي بلومريز دوت عندنا 5 انواع منهم في الايوكاريوت اللي هي حقيقيات النواه اللي هو واحده، عندي الفا، الفا دوت اللي هو بيعمل اللي هو في البريميز اللي بيعمل لي عندنا مين اللي هو الار ان اي برايمر، ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هو البيتا، البيتا اللي هو بيصلح معاه ابسيلون، الاثنين مع بعض بيصلحوا لي عندي دي ان اي لو في اي خطا. الدلتا وهو دوت اللي بيعمل لي الونجيشن، دوت اللي بيعمل عندي الليدنج ستراند بتاعتي واللاجنج ستراند بتاعتي ايه في عمليه البناء بتاعتي. طب والجاما قال لي ميتوكوندريال ريبليكيشن، ميتوكوندريال ريبليكيشن قال لي اه مش انا عندي دي ان اي موجود عندي في النيوكليوس وفي الميتوكوندريا، فبالتالي ده او ده عندنا بيحصل عندنا ريبليكيشن طبعا عندنا في الاثنين، فالتاني في المسؤول عنده عن الريبليكيشن اللي بيتم فيه الميتوكوندريا اللي هو عندنا مين الجاما. طيب يعني هنتكلم على الايوكاريوت ونسيب البروكاريوت؟ لا طبعا لازم نقول عندنا ان هم ايه، ان هو عنده اثنين واحد ثلاثة وواحد، هو طبعا عنده ثلاثة على فكرة، عنده واحد واثنين وثلاثة، بس الدكتور هيذكر عندكم واحد وايه وثلاثة بس، تمام؟ طيب الثلاثة دوت اللي هو عندنا مين دي ان اي ريبليكيشن انهانسمنت اللي هو عندنا دوت اللي بيقوم عندنا بعملية الريبليكيشن في البروكاريوت بتاعتنا، وواحد دوت اللي هو بيعمل عندي عمليه الدي ان ايه ريبير، تمام؟ حلو جدا 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 كده، احنا وصلنا لنهايه محاضرتنا. باذن الله هتلاقوا تحت في الديسكريبشن لينك للاسئله، عايزاكم تحلوها. لو واجهتكم اي مشكله هتلاقوا برضو عندكم لينك الفيدباك، طبعا تدونا فيدباك وتقولوا لنا الدنيا عامله ايه علشان نحسن من اللي جاي او ان احنا نزود على ده. وكمان عندنا لو عندكم اي مشكله برضو عندكم الاكونت تقدروا تكلموه والبوت بتاعنا على التليجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.